يقول في هذه الأيام توجد أزمة في البنوك وبعضهم يعطيك كاش ويعطيك شيك مع زيادة، فهل هذه المعاملة صحيحة؟ أخوان المعاملة دي غلط، ودي في أول حاجة من الإشكالات كون زول يديك يلقاك أنت محتاج يقولوش كاش في يدك وبعدك يقوم يديك شيك على إنك أنت تدفع الكاش الشيك بالزيادة، عفوا أنت داير كاش يقوم يقول لك تكتب لي شيك بالزيادة، فيديك الكاش مثلا 30,000 وانت تكتب له الشيك 31,000 او 32,000، وانت احيانا بتكون مستعجل ومحتاج للمبلغ المالي ده في يدك، ويبقى صعب عليك شوية في الوضع العام بتاع البلد انك انت تطلع الاسم شنود او الكاش في الوقت اللي انت عايزه. وعلى اي حال دي اول حاجة فيها اشكالية من ناحية انه ده ربا صريح، لانه ده مال بمال، ربنا سبحانه وتعالى يقول وما اتيتم من ربا ليربوا في اموال الناس فلا يربوا عند الله، وربنا يقول ان الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا. فالربا يا اخواننا من كبائر الذنوب، والانسان لئن يزني الانسان بامه خير له من ان يتعامل بالربا والعياذ بالله. فاولا ده ربا. الحاجة الثانية ده فيه يا اخواننا استغلال لأحوال الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. فأنت يا أخي في الاقتضاء في تدين الإنسان يخليك ذو السمح ومعاملتك معاملة كريمة، ما تبتز الناس وتستغل أوضاع الناس عشان أنت يا أخي تكسب قروش زي دي، فده كله يا اخواننا ما بيجوز. وبعدين مسألة ثالثة مهمة تتعلق بالموضوع ده، إنه يا أخواننا إذا أصابنا نحن أي ضر في مالنا أو في أهلنا أو في وطننا وأصابتنا ضيق وحاجة، نحن الواجب علينا نرجع للدين ونتمسك بالدين ونرجع للقرآن والسنة ونشوف كيف الصحابة زمان رضي الله عنهم كان بيعالج أمور زي دي. يعني دائما معالجة أي ضائقة بتكون بالرجوع للدين. ابن عباس رضي الله عنه لما أصاب القحط الصحابة، العباس رضي الله عنه أصاب القحط الصحابة وبعد ذاك طلبوا منه أنه يستسقي، قال اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، اللهم تبنا إليك. فنزل المطر كأفواه القرب. فيخوانا الضائقة ما ترفع بالأساليب الملتوية وما ترفع بالكذب والخداع والغش وابتزاز الناس، إنما يا أخوان أي شيء بينزل على الإنسان في شخصه في خاصة نفسه أو في مجتمعنا عموما مجتمعنا الإسلامي أو في دولتنا، نحن بنرفع هذه الضائقة باللجوء إلى الله وبالصدق وبالأمانة وبالرجوع إلى الدين. الرجوع الصحيح ده هو اللي بيحل علينا أي ضائقة وأي مشكلة، زي ما ربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. نحن لما نكذب ونلف وندور وناكل حق الناس وناكل الربا ونبتز الناس في أموالهم ونحتغر الزول اللي ما عنده مال في يده وكده كده حزيد علينا الضائقة زيادة، فنرجع لربنا سبحانه وتعالى ونخلص ونتوب ونستغفر أي حاجة بتتحل بإذن الله تعالى.